أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله، ساعة المباركة يا أخو. الله يبارك فيك أبو غازي. مسمين هولندا ملوك الكرة، يعني هذه جريدة الملاعب أبو فهد، 6 يوليو عام 1974، العدد 147. طبعا كانت هي لراحل سليمان مضف وعبد العزيز الخطيب، كذلك كان عبد العزيز الخطيب كان معاه طبعا في هذه. طبعا ملوك الكره في العالم الهولنديون ام الالمان الغربيون وقتها، عاد النهائي اي هذه نهائي عام 1974. وهذه صوره قبل لا نعرضها، طبعا صوره في مباراه المانيا الغربيه ويوغوسلافيا، مباراه التي تمتع مشاهدتها بلايين متفرج، اي على مستوى العالم، اي 3 بلايين متفرج. معركة بدون الكرة، وقع طبعا لاعب الماني مع لاعب يوغوسلافي. يوغوسلافيا كان يسمونهم برازيل اوروبا. اي تفضل. هذه تتكلم عن سنة 1974، ملوك الكرة في العالم الهولنديون ام الالمانيون الغربيون. نعم. يعني لين نتكلم عن نهائي كاس العالم، البطولة العاشرة التي قيمت في ميونخ سنة. نعم. 1974. هذا صورة جميلة الشيخ عبد الله يابر رحمة الله، الله يرحمه. شوف ابو فهد هذه يعني على اليسار. صح. طبعا خلينا نتكلم عن هذا الخبر، خبر مهم. الشيخ عبد الله اليابر يعد إدارة العربي بحل جميع مشاكل النادي. وعد إدارة العربي، طبعا قام أعضاء مجلس إدارة النادي العربي بإدارة الشيخ عبد الله الجابر الصباح المستشار الخاص بصاحب السمو أمير البلاد المعظم الرئيس الفخري للنادي، وذلك للاطلاع على الظروف التي مر بها النادي وما وصل إليه النادي الآن. ولا شك في أن الشيخ عبد الله الجابر كان وما يزال يقف وراء النادي العربي في حل مشاكله. صحيح. وبعد أن عرض عليه سادة أعضاء مجلس إدارة العربي كل مشاكل النادي، طالبهم باستعمال العقل والتفكير السليم في حل الأزمات والمشكلات، فما من نادي إلا ومر بمثل هذه المشكلات، ووعد أن يسعى المساهمة الجدية والفعلية في حل جميع مشكلات النادي بعد عودته من السفر. يعني هذا طبعا يعني هذا التدخل. صحيح. قلعة خضراء يعني الحقيقة، هذا بيقول لك أن نادي يعني العربي نادي عريق، خلافات أبو فهد موجودة بالأزل، لكن تعامل معها يختلف قبل عن الحين. بالضبط. شوف وين يتجهون، يعني يقول اللي ما له كبير يشتري له كبير. صحيح. فالعالم اتجهت لكبيرهم، او يعتبر الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله عليه رجل حكيم. نعم، ورجل مؤسس ومستشار في 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 الديوان الاميري، تقول على على يعني كل قطاعات الدوله. صحيح. يعني بدائره المعارف والبلديه ويعني كل دوائر الدوله كان حاضر فيها تربية. رحمه الله عليه، اللي هي دائره المعارف. نعم. اي صحيح. طبعا اليوم شو يقول إدارة العرب اليوم في زيارة للشيخ مشعل الأحمد. الشيخ مشعل الأحمد صورة نادرة للشيخ مشعل الأحمد أيضا، يطول عمره. إيه صحيح، يعني شو من رؤساء فخريين النادي العربي. إيه؟ صلى الله يطول عمره. يقول يقوم اليوم أعضاء مجلس إدارة النادي العربي بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مكتبه للاطلاع على شؤون النادي العربي وما وصل إليه النادي في ظل الإدارة الجديدة، وما كان قد مر به النادي من ظروف صعبة أمكن التغلب عليها. ويرجع ذلك لأن الشيخ مشعل الأحمد من أصحاب الأيادي البيضاء على النادي العربي، وهو من الرجال العاملين في صمت دائما لخدمة الشباب عامة وشباب النادي العربي بصفة خاصة، وتقديرا لمجلس إدارة النادي العربي لجهود سعادته التي لا تنكر. وجد المجلس أنه لابد من زيارته لشكر على ما قدمه للنادي، وكذلك اطلاعه على ظروف النادي والاستئناس برأيه. طبعا في عندنا كذلك خبر جميل، منتخب الأهلي لكرة القدم يبدأ تدريبات الأربعاء استعدادا لدخول دورة آسيا كمنافس قوي. يبدأ يوم الأربعاء القادم تدريب منتخب الأهلي لكرة القدم استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية السابعة. شايف قبل أن نتكلم عن دورة الألعاب الآسيوية السابعة التي قيمت في طهران، نطلع فاصل وبعدين نتطرق بها. أعزائي المشاهدين، فاصل ومن ثم نتابع دورة الألعاب الآسيوية التي قيمت في طهران سنة 1974. فاصل وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وكنا راح نتطرق قبل الفاصل عن دورة الألعاب الآسيوية التي قيمت في طهران. نعم. 74. نعم طبعا هذه يعني يبدأ يوم الأربعاء القادم تدريبات المنتخب الأهلي لكرة القدم استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية 7، وما يجدر ذكر أن تم اختيار 42 لاعب للتدريب. صحيح. شوف الوقت راح يصفون منهم. لكن وقت 42 نجم عندك. أكيد. يعني للتدريب يعني في فائض من النجوم. صحيح. والمعروف أن فريق كرة القدم الكويتي يعتبر من أقوى الفرق الآسيوية في كرة القدم ومن الفرق المرشحة للبطولة. صحيح. وسبق أن أعلن المسؤولين الإيرانيون تخوفهم من الفريق الكويتي الذي أصبح أقوى المنافسين للفريق الإيراني في القارة الآسيوية. صحيح. تدريب غازي إحنا لو مقابلتنا مع سحابنا أمام إسرائيل ممكن نوصل لأبعد من الشيء هذا، ممكن نأخذ الميدالية الذهبية أو الفضية على الأقل. نعم. طبعا هناك 2000 دينار وباص من إدارة النادي العربي، تبرع حسين مكي جمعة نائب رئيس النادي العربي بسيارة باص تويوتا للنادي، كما تبرع الشيخ أحمد الجابر الصباح عضو مجلس إدارة النادي ب1000 دينار، وكذلك خليفة الرومي عضو مجلس الإدارة ب1000 دينار. طبعا وفد من نادي الكويت يقدم الشكر لسمو العهد ورئيس مجلس الوزراء اللي كان طبعا الشيخ جابر. الشيخ جابر رحمة الله عليه، الله يرحمه. خلينا نشوف الشكر، سبب الشكر. قام وفد من نادي الكويت الرياضي بمقابلة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يوم السبت الماضي، وهم السادة خضير المشعان رئيس مجلس الإدارة، وغسان النصف سكرتير عام النادي، وناصر الساير مساعد السكرتير العام، وذلك لتقديم الشكر إلى سموه على الجهود التي بذلها بإنشاء النادي وعلى اهتمام سموه بإنجاز الاستاد في الموعد المناسب، كما دار اللقاء حول المنشآت الرياضية بالكويت للأندية وعن الاستاد الكبير. طبعا في إعلام النادي العربي، ايش رايك نقراه؟ هذا إعلام مؤقت بالنادي العربي. حلو. زين. يرغب النادي العربي شنو؟ النادي العربي الرياضي المقر المؤقت مركز شباب القادسية، إعلانهم يرغب النادي في التعاقد مع مدرب أو مدربة بكرة اليد لفريق الآنسات لفترة 3 شهور، فعلى من يجد في نفس الكفاءة مراجعة أمين سر النادي ما بين الساعة 5 والـ8 مساء. حلو. هذا إعلان مدرب عن طريق الجريدة. أي لا، وطبعا عندك أنت مقر مؤقت مركز شباب القادسية، مركز شباب القادسية مقابل للإستاد النادي العربي. هذا يعني مركز شباب القادسية أو النادي قاعد صح قاعد يشيدون الملعب. نعم. أو يشيدون الإدارة. نعم. يبنونه. عندنا طبعا شايك نروح كأس العالم. نروح كأس العالم. لقطات من كأس العالم. عندك طبعا صاحبك رافالينيو. رافالينيو. ولاعب المانيا الشرقيه كذلك هناك يعني ريفالينو صاحب تسديدات قويه. هذا جدول ابو فهد مهم، هذا جدول المباريات اللي صار، وهذه البطوله 10، وبعض اللقطات الموجوده لبطوله كاس العالم 10 التي قيمت في المانيا سنه 1974. الحين ابو غازي وصلنا للتجوري. حاضرين. تجوري عندنا شغله حلوه يا ابو فهد. الاتحاد الكويتي لكره القدم موسم الرياضي 86-87، منتخب الكويت الوطني يتأهل الجولة الثانية من تصفيات الدورة الأولمبية لسيول عام 1988. صحيح. إذا تبي تقرأ الأسماء يا فهد، هذه إصدار خاص للمنتخب للاتحاد الكويتي كرة القدم بنشاطه بشكل عام، دوري كاس. هذه صورة هذه صورة لنجوم منتخب الكويت. هذا منتخب الكويت مباراته أمام منتخب إيران في تصفيات لوس أنجلوس، هذه تصفيات عفوا سيول، أولمبياد سيول، هذه اللي أحرز فيها فيصل الدخيل في آخر الدقائق ركلة جزاء بلنتي. طبعا اللاعبين وقوفهم من اليمين الكابتن صلاح جاسم الحساوي، خالد شبيب الدغباسي، حمود فليطح الشمري، عادل عباس، سامي الحشاش، مؤيد الحداد، جلوسهم من اليمين الكابتن بوفيصل، الكابتن خالد الشمري، أيضا صالح المسند، خالد شريدة، ناصر الغانم، ووليد الجاسم. اليوم كان الكابتن، تشوف الشارة موجودة على الكابتن حمود فليطح لأنه كان أقدم لاعب من الموجودين المشاركين في هذه المباراة. طبعا مع الإصدار الخاص للاتحاد الكويتي كرة القدم، أعزائي المشاهدين نصل لنهاية حلقتنا. تقبلوا تحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة، ومع السلامة.